اللهم إن هذا هو اليوم الخامس من شهر رمضان، فتقبل منا يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من الذين غفرت ذنوبهم في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من الذين غفرت ذنوبهم في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين.